لا أفوتون، ما رح أسمح لك تروحي. قلبي جابني لهون لعندك، ما تذكرتك بنوب، بس قلبي بيعرف لوين يروح. النجمات نزلت ولا لسه؟ تعي. العقل ممكن ينسى كل شي ويمحي الذكريات، ذكرى العيون اللي كنت تشوفهم وتضيع فيهم، حتى ممكن يمحي الضحكة اللي بتخلي قلبك يرجف، بس القلب ما بينسى، والحب مستحيل يضيع، لأنه المعجزات الكبيرة مخباية بالحب. لما بضمك بكل قوتي بحس إني بعرفك ومشتاقتك، والدنيا بتصير أحلى وبتصير ترقص مشاني، النجوم بيصيروا قراب لدرجة إنه فيني ألمسهم. وأكبر تحدي لما قلت لي إذا بتحبيني خلي قلبك يقلك، والجواب إني بحبك ورح أضل حبك لآخر عمري. إذا عن جد بتحبيني، هلأ البسي هذا المحبس بإيدك. أنا هلأ كتير مبسوطة وقلبي عم بدق، أنت بالنسبة إلي حلم حلو عم يتحقق، بحبك. إنه فتون مستحيل تتركه لإياد. فتون انتبهي. على طول رح تخاف علي هيك؟ يعني كل ما أوقع رح تمسك إيدي؟ أي على طول. بس دقيقة، ليك إياد، أول بوسة لقلنا لازم تكون مميزة. أول بوسة؟ لا تكوني
لسه ما تذكرتي شو صار من قبل؟ شو ما تذكرتي؟ مو متذكرة. يلا لشوف، انت لازم تطفي الأضوية كلها. يعني شكراً لك انك نزلت كل هالنجوم كرمالي، بس خلص بلا ما نصرف كهرباء. فتون اطلعي بعيوني شوي. انت عن جد عم تحكي؟ طبعاً عم احكي عن جد. يعني بصراحة ما في داعي لصرف كل هالكهرباء على الفاضي. ما معناتها هلأ خلينا نرجع النجوم على السما، شو رأيك؟ طيب استنيني هون لكان. إياد، إياد صار عتمة كتير هون وأنا خايفة. يلا تعال عندي. إياد وينك أنت؟ عم تعمل معي هيك قصداً ما؟ لأنه بتعرف أنه بخاف من العتمة مو؟ وأكيد هلأ رح تجي فجأة وأنا من خوفي رح أحضنك ومفكر أني رح بوسك كمان. أنت هيك مفكر مزبوط كلامي؟ إياد لشو عم تخطط؟ هلأ بدك تقول كل شي. لك خوفتني. هلأ رح نقعد على ضو الشموع؟ أنا عم وفر كهربا فتون، يعني مثل ما بدك. قلي ليش رحت هيك وتركتني؟ يعني كان في عتمة وخفت إني أوقع. كنت بمسكك. كيف رح تمسكني؟ ما كنت هونيك. شلون ما كنت؟ الحق عليكي انتي ما شفتيني. بحياتي كلها ما بتركك. جد عم تحكي؟ ايه عن جد. وانتي كمان ما تتركيني. فتون صدقيني رح نكون مبسوطين. يعني مثل القصص ما؟ أي مثل القصص بالضبط.